بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الأول من المحاضرة الثانية في المحور الرابع الذي بعنوان تورشن. نبدأ بتقديم الأهداف الخاصة من هذا الفيديو وهي كالآتي. بداية نبدأ بتقديم السترس كونسنتريشن فاكتور ثم نأخذ مثال على ذلك. السترس كونسنتريشن فاكتور هو مفاعل أو معامل تركيز الإجهاد، معامل تركيز الإجهاد كي. كيف الحصول عليه وما هو سببه؟ سببه زي ما شفنا في المحور الثاني أنه يتركز الإجهاد عند المقاطع التي يحصل فيها تغير فجئي في المساحة. مثال هنا مساحة المقطع صغيرة ثم فجأة يصبح مساحة المقطع كبيرة، فيحصل تركز للإجهاد في هذه المنطقة. أيضا هنا بتكون هنا مساحة المقطع كبيرة ثم يحصل تغير فجئي في مساحة المقطع، فهنا يحصل تركيز للإجهاد. أيضا هنا مساحة المقطع تكون صغيرة فتصبح كبيرة جدا، فيحصل عند هذه المنطقة تركيز للإجهاد. يتم تحديد معامل تركيز الإجهاد من خلال هذه الرسمة. على حسب المعطيات والمقاسات يتم تحديد الكي على حسب القطر الكبير على القطر الصغير. نختار أيا من هذه الكيرفات، وعلى حسب R على دي، طبعا R هي الراديوس تبع الفيلت، هنا يتم تحديد الكي. نأخذ مثال. لو كان معنا القطر الكبير تقسيم القطر الصغير يساوي 1.25، فسوف نستعمل هذا الكيرف. أيضا لو كان معنا الراديوس R على D يساوي 0.1، تقاطع هذه القيمة مع هذا الكيرف يعطينا قيمة الكي، وهي تكون في حدود 1.37. نأخذ مثال سريع. معانا هذه القطعة عليها هذه التحميل، والمقاطع مختلفة والأقطار مختلفة. نصف القطر هنا يساوي 20 ملم، نصف القطر هنا يساوي 40، وهنا يساوي نفسها 20. العزوم هنا مختلفة أيضا، من هنا 30، من هنا 60، ومن هنا 30. المطلوب الفيلت طبعا معطى R تساوي 6 ملم. مطلوب حساب الماكسيموم الشير ستريس in the shaft حتى نحدد معامل تركيز الإجهاد K. نقوم بحساب D على D، كابيتال D على D يساوي 2، R على سمول D يساوي 0.15. نعود للرسمة. معانا D على D تساوي 2، إذا سنستعمل هذا الكيرف الثاني. R على D يساوي 0.15، تقاطع 0.15 مع هذا الكيرف يعطينا K تساوي 1.3. على طول تو ماكسيموم تساوي كي ضرب تي سي على جي يساوي 1.3 ضرب الافريج شير ستريس، نتحصل على الماكسيموم شير ستريس يساوي 3.1. Note: from experimental evidence, the actual stress distribution along the radial line of the cross section at the critical section looks similar to that shown in the figure. Notice how this compares with the linear distress distribution found from torsion formula. بمعنى أنه التورشن فورمولا تعطينا linear distribution، لكن الحقيقة هي ليست linear، والماكسيموم هنا تساوي k ضرب التو average. تو ماكسيموم تساوي k ضرب التو average. طبعا average هي أصلا ماكسيموم على السطح الخارجي.